نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدما بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة. وأبرز التقرير التغير الإيجابي للتعليقات بشأن مصر في تقرير التنمية البشرية والصادر عن الأمم المتحدة، حيث استطاعت مصر أن تتقدم في مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مضيفا أنه ولأول مرة يعد المؤشر بالنسبة لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية.